فيديو صراحة فيديو جديد جينا نشاركو مع المتتبعين ديالنا احلى هدايا اللي جاو لريان وتيتيش وما عرفت شكون اخر رشيدة رشيدة ما نعرف ما تيتيش نكشطوها نكشطوها يا مرحبا 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 سالو ليجا اللي قالت لك جو حبتي حبتك السلام عليكم يا احلى متتبعين ديالي نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جينا نشاركوا معكم كادو ديالنا وتسمح لي حقق بزامنا من هو المعطس طابلو تصوروا بلي كنقول حكمي قالت لي حكمك تحكمتي قالت لي حكم وانا ندير اي ندير المهم معليناش هاد النهار هذا الصراحه الله كادواتنا نشاركوه معكم بحكم ما كنخطيوكم حتى شي حاجه وانتم طبعا الطرف الثاني ديالنا واللي خطيكم علينا وشكرا لكم بزاف واحلى متتبعين واعز متتبعين عندنا الله يعطيكم الصحه عريسه ام حليمه دائما منورات ولكن تاتيش عندنا لك واحد الطلب اللي صراحه طلبوه منا من المتتبعين ديالنا الكرام قال لك ضروري ضروري تشارك معنا تيتيش شحال جمعات في الزروره وشحال جمعات في الهدايا سفيان متليش طامي ولكن شوف 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 ورينا يسمى شوف شوف والله راك قاصر هدي من الله هدي من دابا شوف غادي نسولو عريسة ام حليمة صراحة اخويا سفيان كنشكرك بعدا حيت مديتي لي البسطام وحفظتي لي انك ما لا لا شوفي ما مقيوصة ربي يخليك اخويا سفيان هاد الامانة هادي ان شاء الله غادي نحسبها معكم وغادي تشوفوا ان شاء الله شحال جمعت في الزرورة ما شاء الله واحد المبلغ غادي تصدموه ام الموس دابا بغيت نسول ولكن عرفتي شنو هي ياسين خلي فيديو ديال فلوس بوحدو ياك راه نصرقو شوية يعني غادي نخلطونا الكادويات مع الفلوس شي وحدة فيهم غاتمشي صافي الله من هاديكم اللهم يستر اختي رشيدة دابا حنا شا شو دوري معنا شو ان شاء الله حتى غادي نحسب معكم كي قال هذاك واللي فوق فوق المليون نعطي لكم على فايته المليون فايته وكثار كاع شوف فوق المليون ديالنا دابا غادي نشوف غادي ندير واحد التحدي مع المتتبعين هنا كنوعدكم اقسم بالله واسمع ويسكتي والله تيتيش اقسم بالله اللي جاب في المتابعين ديالنا يحسن ديال رشيده وحفصه اكبر كادو شوف شنو كتعرفوا على المشاهدين كيجيبوها لاصقه كيجيبوها انا نعطيهم واحد الاستراتيجيه لا لا ما تسهليش عليهم لا 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 غادي تجيبوها فيا غادي تجيبوها فيا تيحسبوا في القصبه شحال هادي شحال هادي شحال من هديه شوف دابا المتتبعين شحال من واحد تخزر ليا تيتيش دابا غادي نوعد المتتبعين اقسم بالله حلفت بالله كلو كنتجيبوا اخوتي المتتبعين شحال جات لتيتيش في الهديه قبل ما نرمي لكم الفيديو ديال شحال جمعت في الهديه وفي الزروره الا جبتوها هي هذيك كنوعدكم بلي غادي ندير اكبر مفاجاه لحفصه اختي رشيده هاكا عندكم تزقلو شي وحده انا بدا وحده بوحده بدا المتتبعين يعني كادوات ما شاء الله يعني قلالين ولكن الهدايا الفلوس كثار ما شاء الله ولكن بصراحه ضلات هاد الكادوات جاوني قداش وفرحت بهم والله يفرح كل من جاب لي شي كادو ورد لي في ساعه الخير ان شاء الله وانا فرحانه بهم وغنفتحهم قدامكم ان شاء الله يا ربي على بركه الله وهاد الكادوات شاف باش عرفوا واحد القضيه هاد الكادوات فيهم حتى الكادوات ديال حفصه اختي رشيده حتى نتوما ما نساوكمش علاش حنا قلتي لي انا كي قلت لك العامره تيتيش استاخر نتوما تيتيش فين هو البسطام وكان ما عرفتش انا حقي كاع ما نجي حدا يلاه على بركه الله اختي رشيده صراحه الله غنبداك اخويا سفيان سير عاود معايا طرطق معاهم هاك اخويا سفيان ولد عمي حبيبي اخويا المتتبعين ديالنا الكرام تحيه لكم من القلب اخوتي المغاربه كاملين وخوتنا الجاليه اللي مقيمه في الدول الاوروبيه وكتتابعنا وكتشجعنا ودائما كيسولوا فيا كنوريكم انا الواتساب ديالي المتتبعين وحق الله الا ان اسعد واحد في الدنيا الطاقه الايجابيه ودعم الامهات كيصوني على الاخوان خوتنا المغاربه ولدي ياسين مبروك عليك ولدي ياسين داز داكشي زوين غزال ما شاء الله الله يكثر خيركم اخوتي المتتبعين والله يجعل ربي الحبيب يحقق كل واحد داكشي اللي كيتمنى في الخاطر ديالو والله القاسم ودابا المتتبعين ديالنا الكرام كما وعدتكم اللي جاب ليا شحال عندي تيتيش في الزروره وشحال في الهديه يجمع لي كلشي
كاينه مفاجاه غنديرها لحفصه وتيتي وحفصه ورشيده غادي تكون طوب. يلا المتبعين اللي عزيز عليه رشيده وحفصه واش اولا المشاهدين يعتقوكم خصكم تعرفوا واحد القضيه على اساس محنمه هو ان تبارك الله المتبعين كيموتوا عليكم كيحماقوا عليكم اختي رشيده والله ما بانتش فيكم اللي قلت الاسم ديالو غنشكرو واللي ما لقيتش الاسم ديالو غنشكرو هذا جعفر الله على خويا ازروت تي في ما شاء الله الله تحيه لازرو تي في متابعين ديالنا الكرام بغيت نطلب منكم واحد الطلب هذا الانسان او هذا الشخص اللي جاب لنا هذا الكادو بغيتكم الله يخليكم تساعدوا معاه في القناه ديالو والله العظيم دابا جابتها غير صدفه وشتا بغيتكم الله يخليكم تساعدوا معاه في القناه وتابوناو في هذا الاسم ديال ازرو تي في الله يخليكم الا كنتو كتبغيونا وكتحماقوا علينا راه واحد الانسان مسكين يستحق الدعم ويستحق التشجيع انا مزوق فيكم المتابعين غادي تدخلوا القناه وغتكتشفوا شكون هو وعلاش طلبتكم انكم تعاونوه تحيه لكبيره له هو ولا الزوجه ديالو شكرا على الحضور ديالهم غير الحضور ديالهم راه كفانا والهلا يعطيهم ونتمنى لهم مزيد من التوفيق ان شاء الله والازدهار ومازال ان شاء الله غنعاونوا حنا يعني بشخصيا غنعاونوا ازرو تي في وغنشوفونا معاها عما قريب ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك اختي رشيده شوف تبارك الله والله القسم اخويا شوف قبل ما تقولها انا فين غيكون هذا الكادو غيكون ان شاء الله هنايا ان شاء الله يبقى لنا دائما ذكرى وآيات القرآن ما شاء الله تبارك وإن شاء الله يا ربي نتمنى ونردو على ساعة الخير والله يسر له في قناته إن شاء الله يا ربي والله يحقق له كاع ما كيتمنى أمين يا ربي تكلف أخويا تكلف هذا سفيان ولد عمي أعز ما عندي في الدنيا هذه هو سفيان ولد عمي مرحبا بك معزز مكرم والحاجة اللي تقالت عليك ولد عمي خففت عليا والله العظيم مرحبا بولد عمي حبيبي الله ينورك أخويا مسكين سفيان راه دوز معنا أوقات هي ماشي ماشي عاد سفيان يعني راه شي على بركه الله المتابعين دابا الكرام غيكونوا خرجوا لنا من الفيديو مشاو تيقلبوا الهدايا شحال جاتنا في الهديه باش يحصلوني مولات الدين خالتي فاطمه وسعيد راه قلت لك شي راجل ما عرفتش هاد بوسعيد صاحب الوليد صاحب الوليد ديالي الروح للروح صراحه انا ما عرفتش السميه ديالو قلت لها راه شي راجل هكا المهم لمحت لتيتيش ولا ني الاسم ديالو تحيه ليه كبيره وشكرا لك هذا واحد الانسان المتبعين الصديق الوالد اللي كيشارك معاهم الفلاحه وكيشارك معاهم بالبصله الله يعمر هذا مأطيب خلق الله المتبعين صراحه المتبعين هذا الشخص ما شاء الله ديما كيجيب لنا هاد الكادوات اللي هما زوينين حتى في العرس ديالي جبنا كفني جات ليهم فنين باقي كنستعملوهم والدراري ديالهم المهم داك الشيء اللي استعملناهم وهادو جابوهم لنا في البيض هذا هاد البيض سامبل كيحمق ان شاء الله غنجاو نستعملوه كوزينه انيق شكرا بزاف شكرا الله يخليكم غادي نطلب منكم واحد الطلب قدام المتابعين ديالنا الكرام هاد الشيء اللي جابنا السيد بغينا نبقاو نشربوا فيه القهوه ما تخبعوش غانتوما فيكم واحد قاعدة خايبة شوف واحد القاعدة خايبة في العيادات كاملين كيخزنوها خويا فين ما كانت شي حاجة زوينة كيخبعوها حتى كتهرس ما كتستافدوش منها نهائيا هذا كاع باسكو ما جاوبش الهضرة اللي قلتي ما تقبلتيهاش رشيدة ياك لحنا علاش كنت تتابعها نخبعوها ما تقبلتيهاش صحيح زعما شي حاجه لطيف اللي تكون انيقه ويكون سيرفيس هو متكامل احنا هما اللي نضل كنقولوا نقضيو باش شوف عندك ملايه المظافيل واعره مخبعه عندك طباصل واعرين مخبعين عندك اخويا كيسان ما عمرنا شربنا فيهم مخبعين وا ما شاء الله خويا ياسين كنمشيو تبارك الله عند الناس عند لوجو كيكبروا بينا حتى هما كيفرحوا بينا حتى حنا ملي كيبغيو يجوا عندنا كانت حنا كنبغيو نفرحوا بهم ونكبروا بهم حنا ما تنفرحوش بكم ونكبروا بكم يا انا كتحفصه انا كتعطينا غير الطبس الكاس ديال حياتي ولا سميتو هذاك اللي في البار العنبه العنبه وهذاك هو اللي كيقول فيه الزيت يعني يلاه على بركه الله
حنا دابا غير كنضحكوا مع المتتبعين وبزاف ديال المغاربه كيردوا البال هذه المساله هذه صراحه داكشي اللي كاين والما هنا شي حاجه اللي زوينه كتسمح عليها ام كلمه يا شكون جاب هذه رشيده حمسو 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 خويا انا شديت الكادويات ويني والله ما عقلت صح هذا يقدر يكون سعيد خو هذا متعب غير ما كان انا يلا تيتيش يلا تيتيش قلبي لنا تيتيش على شكون حلي يقدر يلا 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 لا لا قلبي تيتيش مزيان هذه هديه سعيد 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 بعديه اه وقيله صاحب الوالد مسكين عطا واحد الدروره غزاله لا ريان ما شاء الله اللي رخت علينا سعيد وكيفرح معنا من القلب بصراحه الله داك الانسان كيبغينا من القلب عليه خطي ولا الله يعطيه واحد التحيه كبيره وانا بعدا كنقول له فين ما كان شي مناسبه مرحبا انت الاول والله تيتيش اللي كاين زوينه هو انه كينشط معاك يا داك معروف كيفرح من القلب وتحيه ليه ولا الزوجه ديالو وصرا هذه هي الصدقه الصدقه ديال عمي اللي قديمه وبقات ليومنا هذا كيقول له عمي غير ولدي راه ما تعيطلوش بشي اسم صراحه كيموت عليه بالمعقول ديالو بالاحترام الله يرقصهم حتى حنا عندنا واحد فواحد العين كبيره فواحد المرتبه عزيزه مابقاوش ما عزيز هذا الوالد هادو صحاب الوالده المتتبعين هما اللي جابوا لنا هذا الشيء وديجا صورنا في العقد ديال انت وياسين الى عقلتي فاش دينا الهديه ديال القصبه صورنا عنده في العرس ديال بنتو هذاك هو سعيد الله يحفظك اختي ولكن عافاك ما بغيناش نربوا الحريره في هذا السكر عافاك ما تخدعوه لا عرفتي هادو كاين منهم السكر يعطيهم نعطيهم وحده يشربوا سكتي شوم عليكم والله الا حشوم عليكم شنو يبقى مربوطين هكا تيجي ان شاء الله تنسرقوهم بالله العظيم انا غادي نرجع نخدم عليك الله يكون ويلي رسلوا الكادويات صافي لا لا بركه الله هذا عرفتي انت عمل جهزنا الكوزينه هذا عرفتو هذا ديال واحد الناس جيراننا فاطمه مرت سعيد شكرا ليا بزاف الجيران ديالنا الحباب ديالنا الثانيين حتى هما اللي خطاهم علينا بصراحه كبروا بيا وجات هي وليداتها الله يكبر بها وكنقول لها حتى هي ان شاء الله يا ربي العقبال ديالكم فرح بهم ونجي حتى انا ونشط ونضحك ما شاء الله عليه الانسان قلبه ابيض يلاه شوف اختي فاطمه شنو كاين هنا انا شديت هذا ياكلهم ولكن بحكم الصوير وكنستقبلون بصح اختي رشيده عليها كيعجبني انا اللي كيشري شي كادو النمر على سميتو شكرا شكرا لجميع الناس اللي فرحوا بينا وكبروا بينا وجاوا فرحوا لطارد ولدي ريان العقبه ان شاء الله حتى تكون لهم المناسبه ونجي ونفرح من القلب انا عارفه الذوق ديال الانسانه حيت تبارك الله عليها عندها الذوق ما شاء الله وفعلا طلع الذوق ديالها زوين عجبني شكرا كيسان الماء واعر كيسان الماء تيتيشي واش العصير ولا ديال الماء هذا العصير والماء ولكن انيق العصير انا انا كنحمق على شي حاجه هكا سانت الابيض هذا الكريستال بحال هكا هو كيكون سامبل زوين تاعو غير تخدمو ضروري والله الا حرام عليكم والله شوف ما كملش معكم هذا الفيديو هذا غير كاس واحد كاع عتيتي لا ما تخسرنا الحساب شوف عليكم والله الا حشوم عليكم والله انا هما دوز لنا دابا خمسه ديال العقبه ان شاء الله الوليدات تيتيش حتى حنا فرحوا من القلب نعمه الجوره الجوره الحلوه تبارك الله الناس اللي راهم عزاز في واحد المرتبه عاليه عاليه هذا عندو كواف يمكن واش هذا اللهم يسير انا عشت في الفيديو يبركك يلا تيتيش يلا ايا الناس بارك الله من القنوات اللي راهم عزاز وغاليين كنتمنى حتى هما ان شاء الله تزورهم في قناتهم يعني واحد العائله اللي ما شاء الله غزاله ونتمنىكم تصادفوها وتشوفوا يعني الفلوقات ديالها وداكشي شكرا للعائله تي في هي المراه عندها الذوق لا خطاكم علينا العيالات سيرا بحال لا خطاك علينا شوف شكرا لك هذا النوع كتحمق على امي ولا انتي ولا خويا بوجمعه شكرا لكم على هذه الهديه وصراحه كان شرف لنا انكم تشرفونا في حضور ديالنا ايوا كما قلتي تيج انيق صراحه شي حاجه اللي انيقه انتما تبارك الله هادشي زوين شكرا لخويا العائله تي في خويا بوجمعه انت والزوجه ديالك والوليدات ديالك
ومرحبا والف مرحبا وراكم عزاز وغاليين ودائما في القلب. والصدقه ديالكم الخويا حسن صديقه تبارك الله وفيه وكتبغوا بعضياتكم بحب واخلاص الله يوفق. هذاك هو ولد عمي يدي يشربوا فيها تاي. والله تتديه بالله عطيه الوالده هذاك. حلفت على حلفتي ما تحلفيش الحاجه اللي حلفت عليها ما ت السلام عليكم يا اتاي. شوف غندير معكم واحد القضيه بحال حاجه اتاي والحريره عطيوها لنا. لا ربي ما كنشوفوش ديال الحريره مره مره. هذا غيكون ديال عبدو كواف. هذا كانت الكمال ديال السيرفيس الاخر كانت كنمسك عبدو كواف. عبدو كواف تاعو انيق. غنشوف احسن عبدو كواف. هذا خويا عبدو كواف صاحب قناه عبدو كواف ولد البلاد ولد سيدي عدي بير انسان تبارك الله العائله ديالو. قلب على هذا الكاتو اللي خويا عبدو. نتمنى ان شاء الله نفرحوا معك شي فرحه ثانيه ان شاء الله يا ربي. ونتمنى من المتتبعين الاوفياء ديالنا ان شاء الله يدخلوا لقناته ويفرحوا والله الا يفرحوا بزاف. شكرا شكرا خويا عبدو. عبدو كواف راه عنده واحد العائله ما شاء الله المتتبعين كما كتشوفوا هم تشوفونا حنايا حتى هما ثلاثه العريسات تبارك الله. انا دخلت لدارهم ما شاء الله لا العجوزه ولا العريسه الله يسهل عليهم. وشكرا على الهديه وكان لينا شرف انه تيشرفنا حتى هو الحفل ديالنا. الله يحفظك اختي رشيده. شكرا خويا عبدو العائله ديالو. هذاك ولد عمي المتتبعين هذا للسوق انا انتم المتتبعين والكواليس الحوايج اللي ما تنقدوش نصوروهم غادي نبينوهم عطبر لهم قلوبه الروينه. ولكن هادشي غادي يتجمع مع المده غير غيكملوا الناس. جابت كادو تيشي هذه اش جابت كادو الرابع ماشي دابا الاسم تيتيش تيتيش سبحان الله العظيم. نسات ليا هذا عرفتي ديال من شكون رشيده. هذا ديال حمزه حلاق محبوبه ديال الام ديالو. كاينه ديال تيتيش ديالي كان معتذرني لبستها مشيت لبها. شكرا خالتي فاطمه. خويا حمزه الصديق ديالي الصديق الوفي الله يعمرها دار من اطيب خلق الله. وتحيه لك اخويا حمزه وكنشكرك من القلب. والعقبه ان شاء الله شي عراسيه لخويا حمزه ونجيب لخويا الهديه من الدار بالطباله والغياطه حتى لباب الدار ديال خويا حمزه. والله يسهل عليك اخويا ان شاء الله ونشوفك في احسن المراتب ان شاء الله يا ربي. خالتي فاطمه صراحه ما دارتش الفلوس ديالت ما بين العرايسات جابت ليا وصاوبت ديالنا حنا ضربنا عليهم غيرنا وزنا وراها حول حولك علاش كبروا بك يا 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 على خالتي فاطمه يعطيك الصحه. خالتي فاطمه لون واعر يا سلام. الله خالتي فاطمه تمشي مع هذا البرد هذا نيشان ايوا كتسخن هذه بعدا غتستغل ياك يا الو غزاله غزاله. شكرا على خالتي فاطمه اليوم نديرو فرحه ديال الملايات تا كتخبيها. لا لا الصراحه هادي غادي ان شاء الله نفر ان شاء الله رايه ان شاء الله يا ربي. شكرا لخالتي فاطمه الله يكبر بك. والله لا اختي انا سكينه جبتي البيجامه اللي هي غزاله الصراحه الله يعطيك الخير اخاتي. كنشكرها بزاف تاع انا شكرا ليها بزاف صراحه ونعم المراه الصراحه الله راه العشره اللي هي قديمه. وكنشكروا كذلك خويا حمزه وخا ما حضرتش معنا كتبقى في بلاصتو صراحه ما كاينش اللي ما تفكروش ديك الليله. الله يلا بالخير على اختي رشيده. كامل المتتبعين راه تفكروه ايوا العقبه الشعر الراسية عاوتاني ان شاء الله. ان شاء الله اختي رشيده ان شاء الله. شكرا فاطمه شكرا ليها بزاف ونتمنى حتى خويا حمزه ان شاء الله تزوروا القناه ديالو وتشجعوا ان شاء الله يا ربي. وهذا الكادو هذا ان شاء الله غنفتحو حتى هو معكم. يا سيدي على بركة الله. هاي 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 يا تيتيش ديال الريان ياك رشيدة على ما أظن. غيور غيور شي حاجة صغيرة ديال الريان. وأخيرا جابتنا رشيدة لاصقة ولات ديسير ديشا هاهي. شكرا خالتي فاطمه وسكينه ما نساوش الشاي هي مولات العصير كنشكرهم بزاف. وكنتمنى حتى المتتبعين يدخلوا اليوم في الانسانه ما شاء الله عليها خالتي فاطمه الشجاعه و المرأة بألف رجل المرأة بألف رجل وما شاء الله عليها عزيزة عليها وغالية ومسكينة جابت لها كادو لريان. نيو خالتي فاطمة الله يعطيك الصحة. خالتي فاطمة المرأة المكافحة تبارك الله فيها فيها الأم فيها الأب فيها كل شيء يعني أم وفية لوليداتها وكتخدم من أجل وليداتها في الحلال
والله يخليها لهم يا ربي. هاي هاي خالتي فاطمه فرحاتهم بهذا الكادو هذا. ولا 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 والله الا كيحمقوا بالبليغه ديالهم كلشي. عاودتي لي اختك اختي ما راكي غزال واسري ديال ما راهي تقصور اجي انتم صراحه زويون بزاف ان شاء الله غادي نلبسها له حيت باقي الاجواء ديال الطهارة عندنا في الدار يلبسهم يتسارى بهم شي شويه سخيخنا ديالنا زوينه يلاه كثر خيرك اختي فاطمه اختي سكينه باقي تشي واحد هو الثاني باقي حتى هذاك هذا متبعين هذا هذا راه كبوات هما هنا هيا هيا غادي تشوفوا هذا ديال حجو تي في الف مبروك يا ياسين شكون انت تشي حجو تي في حجو تي في واحد جوج عيالات يا السيده من اي تولل من نواحي ديال بودربله تحيه لها كبيره عندها قناه نتمنى المتابعين ديالنا يزوروها في قناتها ويشجعوها حتى هي لا هي ولا الاخت ديالها صراحه سبق لها راه جات عندنا في الاسبوع ديال ريان والله ما عقلت عليها جات في الاسبوع ديال ريان ودابا عاوتاني شرفاتنا ومرحبا بها والف مرحبا وشكرا لها بزاف هذا باينه ديال امي حليمه هذا الكادو ديالها صراحه هذا الكادو ديال امي تستاهلو وبصراحه كنشكرها بزاف من القلب على اختها واحد التوليد ديالها ديال بحال ملحفه مع البليغه ديالو شكرا ليها شكرا شكرا بزاف بزاف الناس اللي جابوا لنا الهدايا ولعقب ان شاء الله حتى حنا اليوم ديال رشيده وحفصه هما كلاش اختاروا الشكيلات اللي بغاو لا جات لها صايه دابا دوك واش شوف صبر 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 دابا قدام المتتبعين شاد شاده سفيان انا كيعجبوني بحال هاد دابا واش هادي وحده رشيده وحده حفصه وحده رشيده وحده فين هما هو تنجي لكم قرعه المتتبعين قرعه دابا لايف على المباشر نوريهم بعدا المباشر غير اللي كبيره تاخذها لا والو قرعه نتوما وزهركم لا وعلى حسابك ها سيري ما جاتش زين والله الا عقبات راسها اقسم بالله شكرا ليها بزاف كل عليك الطيره وان شاء الله مرضتو راسها في الخير ان شاء الله يا ربي يلاه تعيش على بركه الله وشكرا الله ينورك الله يكثر تقريبا راه نفس العبار هادشي تبارك الله زين وزوين طوب الشال ديالها هذه بحال قلتي قندوره بالشال شادني يا سفيان شادك شادك تيتيش انا نغمض وحده فيكم غتغمض البنات انا يلاه قولي والله ما تشوفي قسما لا زعما كي قالت دور ياك باش نقول خاسر على زعما بني هكذا تيتي جاكا جاكا والله ما نشوف شتي حساك حده انت غتشوفي دابا نقولها ديال من هذه وديال من هذه والله ما كانش ولكن ديري يدك هكا يا سير خربقهم خربقهم انا الرول ضروري حنا البنات في البيجامات اقسم بالله ما بلاتي صافي تقناك تيتي شو والله تقناك راه عملتنا صافي باركة عندنا مزرعة بركة مزرعة انا اختار اخف عليك شوية انا اخويا انا هاي 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 هانتوما المتتبعين والله ما تتشوف بالله راه دلع عينيا هانتوما والو المتتبعين ديالنا الكرام حفصة ما كاين واحد حكمة الكلام عندك تردمليني فيه يلا 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 بلاس ديال من هادي فكرتيني فهاد القضيه كنا كنديروها في شي 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 هادي بلا ما تقيسي هاد الاولى هادي والله ما نقيسها يدي رشيده يا رشيده رشيده ويلي الواعره في وجهك داتها رشيده الله يسير زيد يلا بسم الله ما عليك يا خايبه لا ما تبقاش تقول لا لا انا عاود عاود خربق صافي عاود ما تجيش عايش خربق 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 هادي صح هاكا حفصه صافي حيد حفصه وهاني بقات لك تيتي مزيانه 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 اشبركم المجسم لا داكشي داكشي شتا وحده ما يبقى فيها الحال لا الشفافيه حنا عريسه ام حليمه حنا عريسه ام حليمه عندنا سواسيه الشفافيه رشيده بحال حصى بحال تيتي ما نغوصو حتى شي وحده تقلق نهائي واحد راه على بركة الله راه خويا ديالي حنا بيناتنا عاوتاني بيناتنا الله يسعدك تيتي كتلبس نمرة زايدة وانا شوية عليها فصا عاوتاني صغيرة اللي جاتها الصغيرة تاخذ الصغيرة اللي جاتها الكبيرة تاخذ الكبيرة يعني الحمد لله شوف انا اللي كيعجبوني انا اللي كيعجبني في عريسة سمو حليمة هما ان تبارك الله كيلبسوا مع بعضياتهم الحاجة اللي خصها هذه كتشدها من هذه المهم حنا الحمد لله حنا واحد والله القسم وكنشكروا على السيدة اللي جابتنا هاد الكادوات وصراحة خلقنا واحد جوج زوين بينا بهم والله داكشي اللي كاين وكنشكروا كاع الناس صراحه اللي
فرحوا برايان غير خطيهم راه ماشي كادوات هي اهم حاجه باش يفرح الواحد ملي كيجي الواحد غير كيحضر معاك ويسجل داك الحضور ديالو راه هذيك هي الفرحه الكبيره اللي الله يخطيهم ويرضها لهم ان شاء الله في ساعه الخير. ودابا خصنا بالزروره فالمسطام وجلا منا دابا المتتبعين ديالنا ان شاء الله هذا فيديو ديال كادوات تسنوا معايا ان شاء الله فيديو ديال الزروره وتسنوا شنو غندير به ان شاء الله كاينه واحد المفاجاه ان شاء الله اللي خممت لها ولا 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 ما كاينه فرصه حتى شي واحد هذه يعني واحد الخطه رسمتها راسي كنتمنى انني نخرج فيها ان شاء الله بخير وعلى خير. هاد الخطه فيها انا ولا ما فيهاش؟ شوف هاد الخطه اختي غير ما تجيش فيها انا انا نسامحك اختي مبله العلي العظيم ما راك يعني كنحلف وانا واثقه من نفسي ان هذيك الفلوس ان شاء الله غنحسبها معاكم ان شاء الله. شي مبلغ كبير بعدا مبلغ الحمد لله من الموس يعني مبلغ كاين بارز الوجه ديالها مبلغ اللي انا بارز الوجه ديالو في الفطور ديال تيتي شنو حصل؟ مسجل حضر في الفطور ديال تيتي ما يطلعليناش غادي نشارك معكم شنو كاين وعندي واحد المفاجاه ليا وليكم والدار كامله ان شاء الله شنو غادي ندير ديك فلوس شوقتينا يا اختي غادي نحسبوها وتما غنخطوا لها نيت شنو غنديروا بها ان شاء الله شنو مفاجاه مفاجاه كبرى